السلام عليكم اخوتي، بزاف ديال البنات يتسائلوا تيقول لك اخويا واش الحلبه تزيد الوزن؟ يعني من تدخل يوتيوب حدك تكتب الحلبه تطلعوا لك جميع الفيديوهات تيقولوا باللي الحلبه لزياده 10 كيلو لزياده 20 كيلو. واجي نصح لكم بهذه المعلومه اخوتي اللي تقريبا 90% في الكره الارضيه خالط فيها، واسمعوا معايا وحلوا ودنيكم. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، الناس اللي ما مشاركينش في القناه اشتركوا ديروا جيم، واللي عنده شي سؤال يخلي لكم كومونتير. ودابا بقاو معايا نشرح لكم. كلكم تتسائلوا تقولوا كيفاش الحلبه ما تزيدش الوزن، علاش تندخلوا اليوتيوب تناكلوا الحلبه تقولوا كتتغلط ولكن ما تدير لينا والو. بزاف الناس يتسائلوا هذا السؤال، عرفتوا علاش؟ حيت المعلومه اللي عاطينكم هذوك خاطئه ولا علاقه لها بالعلم. علاش؟ حيت الحلبه اخوتي ما فيهاش البروتين. انت باغي تزيد الوزن تمشي تاكل الحلبه تيصحابك غادي تزيد الوزن؟ لا، ما غاديش تزيد الوزن حيت الحلبه ما فيهاش البروتين. يعني وعلاش يقولوا ناكلوا حلبه؟ وانا جايكم للموضوع، خصني نفسر لكم باش نجيكم الموضوع ونشرح لكم علاش تناكلوا الحلبه. الحلبه تناكلوها لجوج اسباب، ونذكر لكم السبب الاول. السبب الاول هو الحلبه تخليك تجوع، ومن تجوع تمشي تاكل بزاف، ومن تاكل بزاف تزيد لك الوزن. هذا هو السبب الاول، هذا هو الدور ديال الحلبه، وهذا هو السبب الاول. والسبب الثاني اللي هو الاهم والمهم من هذا الشيء كامل، هو من تناكلوا الحلبه شطر الجسم ديالنا. الجسم ديالنا تتكون فيه تسممات، يعني تتكون فيه تسممات في القولون وفي المعي الدقيق. الحلبه من تتكون فيه تسمم في القولون والمعي الدقيق، نسبه الامتصاص ديال الماكله والمغذيات في الجسم ديالنا تتقل، وجميع الماكولات اللي تناكلو تتمشي لينا فضلات. داكشي علاش تنقولوا لكم كلوا الحلبه. يعني من تتفرجوا فيديوهات تيقول لكم فقط كلوا الحلبه غتغلطوا، لا خطا. انا تنشرح لكم علاش خصكم تاكلوا الحلبه وشنو تدير الحلبه. لهذا من تاكلوا الحلبه اخوتي شنو تيطرى لكم؟ تتكون عندكم نسبه الامتصاص هابطه. علاش؟ حيت عندكم تسممات كيف قلت لكم سابقا. يعني شنو خصنا نديرو باش دوك التسممات نقللو منهم ونزيدو نسبه الامتصاص؟ هو تناكلوا الحلبه. يعني من تناكلوا الحلبه الشطر الجسم ديالنا تتكون فيه نسبه الامتصاص ب 0.4%. من تناكلوا الحلبه تتولي نسبه الامتصاص من 0.8. شنو تيطرى هنايا؟ تتزاد لنا النسبه المئويه ديال الامتصاص للماكله في التغذيه. مثال انا في النهار مثلا تناكل مثلا 3 وجبات في النهار، المجموع ديالهم مثلا 2 كيلو. هاد جوج وجبات مي كان عندي تسممات قبل وما كنتش ناكل الحلبه، نسبه الامتصاص كانت طايحه. الشطره لهاد الماكولات تنستافد منه بنسبه قليله ديال 0.4%. يعني غنستافد فقط بكيلو، دوك 2 كيلو مشات فضلات. من تناكلوا الحلبه تطلع نسبه الامتصاص تتولي 0.8. من تطلع نسبه الامتصاص تنستافدوش من كيلو، نستافدو مثلا من 2 كيلو ونص، من 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص، تنضيعو في نص كيلو فقط. علاش؟ حيت كيف قلت لكم سابقا عندنا تسممات، والحلبه فقط تتعاودنا باش نزيدو نسبه الامتصاص. صافي، هادشي اللي كاين وبلا ما يكذبوا عليكم. يعني ضروري هنا من تاكل الحلبه خصك تاكل مع الماكله. يعني ملي تاكل الحلبه والماكله تتزاد لك نسبه الامتصاص، ملي تتزاد نسبه الامتصاص الجسم تيولي يدخل سعرات حراريه اكثر، ملي تدخل سعرات حراريه اكثر البنت اللي تكون ناحفه ولا الدري اللي تكون ناحف تزاد ليه الوزن. صافي، هادشي اللي قلت لكم علميا ساينتيفيك، خليني من الخزعبلات والكذوب باش الناس تطلعوا تفرجوا فيهم وصافي. وفي هذا الفيديو انا نساعدكم، انا كان الموضوع ديالي هو الحلبه، ولكن في نفس الوقت ندخل البنات ولا الدراري اللي باغيين يغلاضوا ندخل لهم شنو خصهم يديروا ياكلوا باش يغلاضوا. يعني الحلبه شنو تتبغي تاكل معها؟ انا نشرح لكم الحلبه شنو تتبغي تاكل معها باش تزيد في الوزن. واسمعوا معايا دابا، كاين المعجنات اللي هي لي بات، سباكيتي، مقارونيه الى اخره، هادو تدخلهم. كاين الرز خصك تدخلو، والاهم من هادشي اللي ذكرت لكم هاد الجوج هي المكسرات، اللوز، المهم اللوز، كاوكاو، اكاجو، خذ وحده فيهم بغيتي تاخذو مخلطين اللي بغيتي. ثالث حاجه هي التمر، دخلوا التمر والزبيب. هادشي الناس اللي باغيين يغلطوا خصهم يدخلوا هادشي، التمر والزبيب اخوتي، ماشي تدخل اي حاجه وحده في النهار وتقول ما غلطيتش، لا، على الاقل دخل ثلاثه من هادشي اللي كديك في النهار على الاقل. زائد دير مثلا الشوفان، دير شي عصير ديال الشوفان مثلا بالحليب، شي كاس الحليب مع شي جوج معالق كبار الشوفان، مع مثلا شي جوج دراهم ديال الكاوكاو مثلا. تنهضر معكم هكا حيت ماشي كلشي عنده ميزان، نقول لي 20 غرام ولا 30 غرام. جوج دراهم ديال الكاوكاو مثلا، شي ثلاثه ديال التمرات، شي بنانه، او عصير يعطيك على الاقل واحد 800 كالوري، و 800 كالوري تزيدك الوزن. انا عطيتكم الوجبات، زائد الخبز ديال الزرع، زائد الذره،
المهم عطاتكم الوجبات اللي تيطلعوا البوا اللي تيغلطوا الناس، يعني البنات اللي عندهم نحافه تيغلطوهم والدراري اللي عندهم نحافه تيغلطوهم، حيت بزاف الناس غالطين تيسحبوا باللي الا بغاو يغلطوا خصهم ياكلوا البروتين. لا، الا بغيتوا تغلطوا خصكم تاكلوا الكربوهيدرات، يعني الماكولات اللي فيها السعرات الحراريه طالعه، والماكولات اللي فيها السعرات الحراريه طالعه هي الكربوهيدرات والدهون الصحيه. زيد العود، يعني الناس ضروري خصهم يدخلوا زيت العود في الوجبات ديالهم في النهار. علاش؟ حتى هي معلقه واحده تتعطيك 120 كالوري، يعني الا شتي اربع د المعالقات خويتيهم في الوجبه ديالك كتعطيك على الاقل 550 كالوري، وراه بحال اللي كليتي تقريبا 6 كيلو ديال الرز. يعني شوف ها خمسه د المعالق ديال زيت العود راه بحال اللي كليتي 6 كيلو ديال الرز. وهذه نصيحه مني، وعطيتكم هاد الماكولات اللي تقدروا تدخلوهم في النار، وعلى الاقل تدخلوا ثلاثه فيهم في النار، بحال مثلا تدخل مكسرات وتدخل الرز مثلا وتدخل سباكيتي مثلا، لا غد ليه مثلا تدخل حاجه اخرى وتدخل حاجه اخرى، تبقى تنوع باش ما تملش وصافي. لهذا خوتي انا شرحت لكم الموضوع علميا وعلاش ناكلوا الحلبه من جوج اسباب. السبب الاول هو باش تجوع، والسبب الثاني هو باش تزيد نسبه الامتصاص.